خالد معظمكم يعرف نيكا افيز وبلعب في فريق النصر وهي دي قصتي. اول لعبه اللي لعبتها في حياتي كانت كروس فاير. كنت لعبت جيم مسابقه اخويا هو اللي قال لي على الجيمنج عامه. انا كنت بتفرج على بطولات للعبه اسمها كونتر سترايك. كنت بتفرج على البطولات بتاعتها وبشوف ان كان في جمهور كتير وكان في ناس بيلعبوا على فلوس كتير وكان في فانز كتير فحبيت الموضوع ده. انا برضو بحب العب اللعبه فقلت يعني ليه ما العبش اللعبه واكسب معاها فلوس في نفس الوقت. لما بدات كونتر سترايك في الاول خالص ما كانش عندي فريق وكنت بلعب لوحدي معظم الوقت. بعد كده اتعرفت على ناس مصريين اللي هم شلبي وكرولو والناس دي كلها اللي دلوقتي معايا في فالورانت. اتعرفت عليهم في كونتر سترايك وكانوا انا واخويا اصحاب معاهم. كنا بنلعب كل يوم كنا بنلعب كونتر سترايك كتير بس لحد ما قسمنا اللعبه وحاولنا فالورانت. انا كنت فريق اسمه سي جي. الفريق ده انا كنت بلعب معاه في كونتر سترايك فقلنا ان احنا نحاول فالورانت مع بعض. دخلنا بنفس الاسم ونفس البلايرز بالظبط اللي حاولنا فالورانت بس. فانا كنت بلعب فريق ده كويس. لعبت قدام انوبس ورعد لعبت قدامه حلو جدا. يعرف مكانه عارف ان احنا حاولنا فالورانت عشان كانت عامله زي كونتر سترايك بالظبط. لما فالورانت طلعت رايت جيمز قالوا ان هيبقى في بطولات كتير لمنا فده حفزنا ان احنا نحاول فالورانت. بعد لما حاولنا لقينا بطولات كتير ولقينا بطولات ان احنا ممكن فعلا ننزل نفسنا ونلعب مع بعض. اول فريق لعبت ليه هو انوبس جيمنج. كنت بلعب مع شلبي وكرولو وتونا وزيزو. الفريق ده كان هو اول فريق يعني اول فريق بجد يعني اول اورجانيزيشن بجد العب فيها وكان اول فريق بروفيشنال العب فيه. اخدت اكسبيرينس كتير قوي وهو ده الفريق اللي كبرني عامه وخلاني مشهور وخلاني بعرف العب اللعبه. مش طبيعي يافز بالفوق الممتاز. انا كنت اعرف ياوزن اللي هو الكوتش الجديد بتاع نصر. هو كان يعرفني برضو من زمان يعني يعرفني من سنه ونص او سنتين بس. فانا كنت كاتب ان انا بدور على فريق بس هو جه كلمني على تويتر وقال لي عايزك في تراوتس في نصر انت وحريقه اللي هو كرولو. عجبني الفريق وعجبني الكوتش الكوتشنج ستاف وعجبني الاورجنايزيشن بس فدخلت في الميه. حذري من الخضار ممكن ابز يبقى في كل عتبه هنا ويخليها اول بوان يفعل يجيب الاول والثاني معاه. انا كان جالي اوفرز من اوروبا بس المشكله ان انا كان لازم اخد الجامعه بره او اللي هو اقفل الريكيت لبره عشان يعني هم عارفين ان المشكله في مشاكل كتير قوي في مصر كان نت وكهرباء وكده فكان عايزين ان هم يسافروني خالص بره مصر بس للاسف ما عرفش اسافر خالص. طول عمره كان طفل وديع وشخصية مسالمة جدا وهادي جدا طول عمره يعني هو مولود سبحان الله يعني من عند ربنا شخصية طيبة وضحوك. حازم افتكر له وهو صغير وعنده تقريبا 3 سنين سهانة انا وباباه ونزل حضانة لوحده. راح لوحده الحضانة فوجئت بالمس بتكلمني بتقول لي مدام ده حازم عندنا في الحضانة. قبل ما ابدا اي سبورتس كنت حارس مرمى لاكاديميه برشلونه. بعد ما خلصت الفتره دي عرفت ان انا بحب المنافسه وبحب كومبيت من زمان وانا صغير وانا هو متقلب يعني ساعات بنبقى اصحاب قوي ساعات بنبقى اعداء زي اخوات. حازم واخد كتير قوي من بابا الله يرحمه. واخد الطموح والتحدي والتحدي مش التحدي العادي التحدي بجموح يعني هو عايز يبقى لازم هبقى حاجة طول عمره كده. فدي الحاجة الوحيدة اللي واخدها من بابا اللي هي فيها من ناحية الـ يعني الـ يعني الشغل يعني. لا بابانا من واحنا صغيرين يعني كان طيب قوي علاقتنا بيه كان قريبة جدا انا وحازم وهو يعني. علاقتها طبعا كانت فوق الحلاوة 10 لهزية صراحة بس كانت علاقتنا كويسة جدا. وهو اصلا اللي ساعدني ان انا احب الالعاب دي اكتر ان هو جاب لي كمبيوتر والكمبيوتر ده هو اللي خلاني ابدا الاي سبورتس عامه. طبعا انا عارف ان هو دلوقتي شايفني ومتاكد ان هو فخور بيا بس كان نفسي ان هو يبقى معايا. للاسف هو مش معايا دلوقتي فانا متقبل ده وطبعا متضايق بس لو انا فضلت متضايق يعني مش حاجه هتحصل بس فانا متاكد ان هو دلوقتي فخور بيا وشايفني الحمد لله. لا طبعا حازم حنين جدا
الحاجه اللي فيه ربنا يدمها علينا. هو مش يعني ما يستحملش ان انا ازعل من حاجه، يعني نوي ان انا ازعل من اي حاجه. لما دخل اول فريق لي بدات اعمل سيرش جامد جدا على الموضوع، وعرفت ان هو موضوع قديم قوي بقاله يعني فتره في اوروب وفي تقريبا في كوريا اعتقد على الاخص، يعني في وزاره فعلا للجيمنج، في وزير للجيمنج. انا بالنسبه لك كانت عادي عشان انا كنت فاهم الدنيا، كنت برضو بلعب معاه وفاهم الدنيا وفاهم التيمات وفاهم. كان اول فريق دخله كنت عارفه، يعني انا اصلا قلت لوالدتي على الموضوع ده وانا اللي اقنعتها ان الموضوع ده هيبقى حاجه كبيره، وهو فعلا كان كويس فيها من اول بدايه اللعبه لحد دلوقتي. طبعا كل ماتش لازم يبعت لي مسج، يا ماما يلا اللينك اهو ادخلي اتفرجي. طبعا مش فاهمه حاجه، بس بدات بقى اعرف حاجات، يعني بدات اعرف اسماء الاسلحه واسماء اللعيبه واسماء الاسماء اللي هم الشخصيات المجسمه اللي هو بيقوم بدورها يعني، ومعاه بقى في كل راوند وفي كل جيم واسماء المبات، فعرفت حاجات كتير وبناقشوا فيها بقى. مفيش مشكله ان انا افضل العب في منى حتى لو ما عرفتش اسافر اوروبا. فرق منى كويسه وكل البلايرز اللي فيهم كويسين وكل اللعيبه اللي لعبت معاهم لحد دلوقتي كويسين، بس فانا مرتاح هنا. تمام، اي حد في منى لو جاله الاوفر ده هيروح وهيريلوكيت وهيلعب في اوروبا، لان هي احسن من هنا. مش احسن من هنا كلاعب، هو احسن من هنا كاوبورتونيتيز. انت بتلعب على يعني مراكز اعلى وبتلعب قدام ليفل اعلى، ف وان شاء الله منها هتوصل لليفل ده قريب. عايزهم دايما يفتكروا ان انا كنت بكسب بطولات، مش انا مش عايز ابقى اللي هو لعيب الستار بلاير. انا اهم حاجه عندي ان انا اكسب بطولات وابقى بكسب مع فريقي، وعايز الناس تفتكر ان انا كنت دايما بكسب بطولات كويسه وكبيره. هو ده حلمي، يعني هو ده اكتر حاجه بحب اعملها، هو ان انا العب فالورانت بس. فانا عايز ابقى في اعلى ليفل وعايز اكسب كل البطولات اللي ممكن اخشها. بس مفيش بلاير عايز ابقى زيه، انا عايز ابقى افز، عايز ابقى انا.